أنا بالفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام لحضور الاحتفال الذي أقامته الإدارة العامة للدفاع المدني اليوم بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، والذي يعقد هذا العام تحت شعار يدا بيد مع الحماية المدنية ضد الكوارث. أكد رئيس الأمن العام أن جهاز الدفاع المدني ومنسوبيه على رأس أولويات التحديث والتطوير في وزارة الداخلية، إدراكاً من معالي الوزير أهمية دور هذه الإدارة وضرورة إعدادها الإعداد الأمثل لمواجهة التحديات والمخاطر الحالية والمستقبلية، منوهاً إلى توجيه معالي الوزير إلى إعداد مشروع استراتيجية جديدة للمرحلة القادمة من التحديث والتطوير في الجهاز أو في جهاز الدفاع المدني. وأشار إلى أن الرسالة الإنسانية التي تطلع بها الإدارة العامة للدفاع المدني تزداد أهمية وتعقيدا يوما بعد يوم، لما تشهده المملكة من نمو مضطرد في شتى مجالات البنية التحتية والعمرانية والاستثمار في المشاريع الضخمة، ما يتطلب جاهزية واستعدادا دائما واحترافية عالية تمكن من حماية تلك النهضة التنموية والمساعدة في دعمها وتطويرها. وأضاف أن الإدارة العامة للدفاع المدني لها دور رئيسي في مواجهة وردع أعمال الشغب والتخريب والإرهاب يدا بيد مع بقية أجهزة وزارة الداخلية، فضلا عن دورها في دعم جهود اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث ورفع جاهزية المملكة وتنسيق الجهود بين الوزارات والمؤسسات. وأوضح رئيس الأمن العام أن رجال الدفاع المدني كانوا على الدوام في مواجهة التقلبات المناخية والظواهر الطبيعية ودعم الجهود الوطنية المبذولة للتعافي منها والعمل على التخفيف من آثارها والأضرار التي تتسبب بها. أحب في البداية أهنئ الإدارة العامة للدفاع المدني ووزارة الداخلية باليوم العالمي للدفاع المدني اللي صادف الأول من مارس من كل عام، وإحنا في وزارة شؤون الشباب والرياضة وبتوجيهات من سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة نسعى إلى تعاون مستمر مع الإدارة العامة للدفاع المدني كشراكة مجتمعية في إقامة العديد من البرامج والفعاليات المشتركة للمراكز الشبابية اللي بلغ عددها اليوم 37 مركز شبابي موزعين على مختلف محافظات مملكة البحرين. اليوم هو اليوم العالمي للدفاع المدني، وهو يوم بالنسبة لنا احنا كشركة ألبا يوم مميز بالنسبة إلى الالتفاتة إلى جميع الموظفين من ناحية الشركة ومن ناحية عوائلهم ومن ناحية المجتمع. عندنا شراكة مجتمعية وعندنا دعم كبير من الإدارة، من رئيس مجلس الإدارة الشيخ العيج والإدارة التنفيذية إلى المجتمع. يسعدني ويسرني في هذا اليوم أن أبارك لرجال الدفاع المدني بوزارة الداخلية مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني، وأشهد على أياديهم وجهودهم في حماية البحرين من كل الأخطار. أيضا أشير بالتعاون والشراكة المجتمعية بين وزارة التربية والتعليم وبين الإدارة العامة للدفاع المدني عبر مختلف البرامج التثقيفية اللي احنا دائما نتواصل معاهم، وما يبذلون جهود كبيرة في التوعية الطلابية في مدارس وزارة التربية والتعليم.